لان المنتخب المغربي كسر الافارقه يعني اكتشف المغرب على حقيقته حتى فوزي دقجه حاب يكبر فوق رئيس الكونفدراليه حاب يربح حتى الجنوب افريقيا ولو بطريقه رياضيه تمادى في الاخطاء فوزي دقجه ربما هذا الفكر ديال انه قوي في افريقيا حاب يدوس على الافارقه انه في دهاليز الاتحاد الافريقي هنالك مؤشرات تعطيك على انه النفوذ المغربي بدا يتراجع فرصه الجزائر من اجل الدخول وبقوه تتفاوض بقوه مع الافارقه لانها اليوم بانت بالجزائر على حق على الاقل انه كانت هناك تجاوزات خطيره من جانب فوزي دقجه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ أتمنى لكم دعمونا بلايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركيش مع القناة أتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا، وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي راح نستمعوا فيه لفرحة كبيرة في الإعلام الجزائري بعد انتخاب ولصاد رئيس الاتحاد الجزائري ديالهم لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد شمال إفريقيا الذي يترأسه المصري جمال غلام. إذن فرصة كبيرة كما يقولون بالنسبة للاتحاد الجزائري للسيطرة على اتحاد شمال افريقيا وكذلك للدخول الى دواليب الكاف، وهما ما عارفينش بان فوزي القجع داكي وبان فوزي القجع راه حط له محل عضو اللي مهم جدا وهو محمد هوار رئيس المولودية الوجدية سابقا اللي حطوه في اتحاد شمال افريقيا، واي حاجة درستوها واي خبر غادي يوصل لفوزي القجع وغادي يكونوا ان شاء الله بالمرصاد لكل من يخول له نفسه الاساءة بكرة القدم المغربية. الاعلام الجزائري بدأ يتحدث ويقول بأن بداية انهيار كما يقولوا الهيمنة والسيطرة ديال فوزي القجع على مستوى الكاف، قال لك وهذه فرصة لأن كأس أمم أفريقيا 2025 غادي تكون متزامنة مع الانتخابات ديال المجلس التنفيذي للكاف لعضوية المجلس التنفيذي في الكاف، قال لك وهذه فرصة للجزائر باش أننا ننتخبوا ولي الصادي ونزيدوا نديروا الهيمنة ديالنا على مستوى أضياء الكاف ونديروا علاقات قال لك مع مصر وكذلك مع تونس، قال لك تونس رئيس الجامعة ديالهم راه في السجن ولا طلع رئيس جديد ديال تونس، قال لك نديروا مع علاقه ويخلي ولي الصادي هو اللي ترشح العضويه ديال الكاف ويدخل للكاف باش هكذا قال لك نقدروا ندافعوا على الكره الجزائريه ونسيطروا على الامور في الكاف، قال لك لان النفوذ ديال فوزي القجع قال لك بدات في الانهيار من كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار، هما دائما كيحاولوا ما امكن انهم يشوهوا الصوره ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وديال المنتخب المغربي، قال لك اسيدي في كوت ديفوار ما وقع في مباراه ديال الكونغو كذلك في جنوب افريقيا، قال لك ولي الصادي استغل ذاك الفرصه ودخل ودار علاقات مع الاعضاء ديال الكاف وتلاقى مع بزاف ديال الناس مع موتسيمبي، وهما في الاعلام ديالهم غير كيشاركوا في موتسيمبي، وشفنا ولي الصادي في كوت ديفوار يعني حتى شي واحد ما داها فيه، وكاين فيديوهات كياكدوا على ان ولي الصادي يعني حتى شي واحد ما سلم عليه في المباراه ديال الجزائر، يعني خرج بوحده كيدور على الاعضاء ولا يدور على الناس باش يتلاقى معاهم، حتى شي واحد ما تلاقى معاه، هما كيحاولوا ما امكن انهم يضخموها اعلاميا بان ولي الصادي راه دار علاقات ودار تليفونات، وفي الاخير ملي كتجي الانتخابات والوقت الحاسم يعني دائما كيخرجوا من الباب الضيق، وهذا ما حدث مع رؤساء السابقين سواء جطي سواء عمارة سواء زفيزف، يعني دائما فشلوا في الانتخاب في الدخول الى عضوية الكاف. في الاعلام راهم كاينين شعارات الخاوية وكذا بان لا مجال للرجوع الى الوراء، احنا قادرين ندخلوا الكاف، ولكن ملي كتجي الانتخابات كيمشيو بالضربه القاضيه. في هذا الفيديو اخواني ذكروا تقريبا القجع شي 7 ديال المرات ولا 9 ديال المرات هما كيذكروا القجع. نخليكم اخواني مع هالفيديو الرائع ونتلاقاو في النهايه ديالو، اعطوني الراي ديالكم فيه. في افريقيا انت ما تحبش هذا المصطلح في كاس في افريقيا باش ما نبانوش عنصريين، لا افارقه، لا اكيد هي قاراتنا الافريقيه فقط كلمه انه في دهاليز الاتحاد الافريقي هنالك مؤشرات تعطيك على انه النفوذ المغربي بدا يتراجع، ربما اخرها اقصاء الحكم المغربي رضوان جيد من الشاره الدوليه الافريقيه بعد رفضه اداره المباراه الثالثه ترتيبيه. مؤشر واضح انه الكوب افريقيا اليوم احنا من الناحيه الرياضيه فشلنا خرجنا من الدور الاول، لكن من الناحيه الاستراتيجيه ربحنا كثير وكثير، يعني لانه اللوبي المغربي اليوم اللي كان سبب في عدم تتويج اتحاد الجزائر ورياض محرز وعديد من اللاعبين الجزائريين وفي معاقبه عمروش وربما في 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 عرقله مصالح المنتخب الجزائري يعني في مشواره، في عدم الابقاء على غربال وقراري في المباراتين والحكم المساعد الثاني وزير الرياضي يسمح لي للنهائي كانوا قادرين يديروا لا فينال، يعني هذه الاشياء لا كوب افريك يعني سيتي جوستيس ديفين، لماذا هي عداله الهيه؟ لانه مباراه الكونغو الديمقراطيه فضحت المغرب، فضحت ممارسات الاقجاع والمدرب الكراكي بانوا على الحقيقه تاعهم، وبان بلي انه النفوذ ديالهم هو اللي خلاهم يتسبوندوش كما جاوش للشارب بحجه الارام عندهم عقد مع الارام ولازم يجوا في الارام وما يجوا في فولديرا.
لان النفوذ المغربي تكسر الافارقه يعني اكتشف المغرب على حقيقته حتى فوزي دقجة حب يكبر فوق رئيس الكونفدراليه حب يربح حتى الجنوب افريقيا ولو بطريقه غير رياضيه بعد لارديسي كونغو جنوب افريقيا ثم الحكم المغربي اللي عطاه له الماتش كلاسمون ويعني فضيحه كبيره انه صار دير مؤشر قوي على انك تشوف روحك اكبر من افريقيا يسا يعني تمادى في الاخطاء فوزي دقجة ربما هذا الفكر ديالو على انه قوي في افريقيا حب يدوس على الافارقه جو بونس سي راه قلت لك في دي بوردي الفاس واليوم كل شيء انقلب عليه السحر انقلب على الساحر وافريقيا اكتشفت المغرب على حقيقتها خروج جيد عدم رفضه اداره مباراه ترتيبيه اكيد باعاز من فوزي دقجة ماهوش انا ربيت يديرها من راسه مؤشر قوي على انه افريقيا ستطوي صفحه المغرب وبالتالي هي فرصه الجزائر من اجل الدخول وبقوه تتفاوض من موقع قوه مع الافارقه لانها اليوم بانت بلي الجزائر كانت على حق على الاقل انه كانت هناك تجاوزات خطيره من جانب فوزي دقجة حتى نهائي رابطه الابطال لعب في في في, في المغرب وتم اتخاذ القرار يعني في الاهلي فرصهم يلعبوا مع الوداد البيضاوي في المغرب في مباراه يعني فضائح كثيره وكثيره جدا وعليه اليوم المشهد تغير اونيفو دو لاكاف سي بو سات ريزون قلت لك انا نتكلم على الجزائر ماشي الصاديو ماشي فلان ماشي فلان حتى نتكلم على الجزائر الى حبينا اليوم الجزائر تكون في زانستونس تكون الاله الدبلوماسيه ودعم الدوله والناس كلها معاها نحطوا الحسابات الشخصيه ونعطوا للراجل فرصه انه يدخل ليكزيكوتيف هاد نو سيلمون عنده ديفوي عنده القوه عنده الطاقه عنده الرغبه انه يرفد الجزائر اونيفو دي زانستونس وعندك افريقيا اكتشفت حقيقه المغرب يعني كل الفرص امامنا من اجل عدم تكرار اخطاء خير دير زاتشي وجاهز بزاف اللي خلاو المقعد الشاغر لتونس ثم لليبيا الا عمار شرف الدين اللي عنده مواصفات الرئيس الكبير اللي كان قادر يرفدنا الى مستوى عالي في افريقيا ولكن الفرصه اتيحت لنا من جديد نستناو 2025 سيسير ولكن اليوم كل المؤشرات راح تقول بلي راح نشوفوا خارطه جديده على مستوى الكاف وعلينا استغلال الفرصه لو اليوم نبقى نسمع بعض الاشخاص الذين لم يكونوا يعني يتحدثون بنفس الطلاقه بخصوص خير الدين زتشي وجهيد زفزاف واليوم راه يحبسوا في النقطه والفاصله البولامبريز اللي عنده 4 شهور فقط علاش ما درتش هذه علاش ما درتش لونترينور نو سا نحس ميشونسي غراتويت ونحس بالناس عندها اجنده راه يتنفذها هما نقاط في اجنده تاع ناس ينفذوا فيها يعني لضرب مصلحه الكره الجزائريه ونحبس الا في الكره الجزائريه من اجل الحفاظ على مصالح ضيقه هذه ستطلي اليوم تشوفها لانه قلت لك انا افون خير الدين زتشي خلاها 2018 ما بعتوش الولد الزميلي بعثوا له اورديلي اذا بعتوها هم يقولوا بعثها اورديلي اون 2019 خلاو بهلول اون برانسيبل بريزون دو لا فيدراسيون ولا راه كان شرف الدين كان قادر نحينا حوزناه وجا زفزاف خسر مع ليبيا لانه عنده اللوبي تاع الماروك والناس يزون باناليزي هذا الشيء وقعدوا يحاربوا في الجورناليست اللي كبروا في سيت على فيدراسيون وكان الناس اللي كانوا عندهم ان انتيري مع اشخاص اونيفو دو لا فيدراسيون يقولوا اي كلام ويقدسوا لك بالماضي ويحاربوا في الناس اللي تتكلم ويقول لك هذو اعداء الجزائر انا كيف يمكن لصادي استغلال هكذا اجتماعات على الاقل اقليميا كيتحدثوا على اجتماع لرؤساء شمال افريقيا اول اتحاد شمال افريقيا اكيد عنده يعني 5 اعضاء فيه لاكاف مقسمه للسيزون لا زون كبيرة هي زون سود اللي فيها 14 بلد لا زون شمال افريقيا فيها 5 بلدان وهي التي تحدد مقاعد المكتب التنفيذي عن طريق الانتخابات احنا عندنا مقعدين في ليناف يعني في البيرو اكزيكوتيف الي البقيه اذا كان من عندك من شمال افريقيا لازم يكون اس كاليتي يعني يكون لا فيفا ويدخل البيرو اكزيكوتيف لا كاف او يكون كوبتي يعني رئيس الكاف عنده دروا كوبتي يعني اثنين يعين اثنين يعني ولكن من ناحيه الانتخابات اتحاد شمال افريقيا عنده مقعدين في الكاف نتكلموا على الاتحاد شمال افريقيا كيعني هيئه اليوم كان حيترشح اكيد فوزي دقجة النقطه المهمه هنا بدايه التكتل من النواه الافريقيه اللي هي ليناف التكتل الصادي مع المصري جمال علام وكانه بصدد فتح عهد جديد يعني نهايه ربما فوزي دقجة مع الوقت وهاني ابو ريده في مصر يعني حتى هما في مصر يعني جمال علام يشوف اللي هو عهد ديالو يوم عندها جمال هاني ابو ريده لو في الفيفا بولوي اللي جبت مصر كاتحاديه باش تعاود تبسط نفوذها في افريقيا وربما يفكر مستقبلا في الفيفا يعني عليه ان يعني يرمي عباءه هاني ابو ريده مثل ما هو مطلوب اليوم شئنا ذلك ام ابينا ان وليد صادي يطير بجناحيه ويرمي عباءه محمد الوراوي الوصايه هذه ما حتلحق يعني رئيس الاتحاد الحالي باش تلحقوا لابعد حد وهناك ناس يريدون فرض تلك الوصايه على الرئيس الحالي للاتحاديه وهذا امر خطا وكاين ربما الناس عندهم ديزانتيري من وراء استصغار وليد صادي او اعتباره الابن القاصر هذه الفكره جمال علام تخلص منها على مستوى مصر ويفكر في المستقبل لانه الي بريزون ابارونتير
بدايه طموح جمال العلام هو في اتحاد شمال افريقيا، ما راهوش عضو في المكتب التنفيذي للكاف. لماذا؟ لان مصر ممثله بهاني ابو ريده عضو الفيفا اللي هو اس كاليتي، ما يقدرش يكونوا اثنين من نفس البلد. المغرب ما يقدرش يكون اثنين من نفس البلد لان المغرب ممثل في الفيفا وبالتالي هو عضو في الكاف. بقي مقعدين في ايناف شاك دي زون، يعني عهدت 4 سنين بس شاك دي زون كان انتخابات بين 3 بلدان الجزائر تونس وليبيا. باش نقولوا اليوم للطرح بدايه قلت لك النواه كيف بدا التكتل، انه اكيد احنا ما راحش نمشوا مع يعني خصمك اليوم اللي هو فوزي ترجع هو خصمك، راح تمشي اما تترشح انت لليناف اما تدير تكتل مع شخصيه اخرى. مادام هو جديد في اتحاد الجزائر لكره القدم، اعتقد انه من باب الاستراتيجي دار له لوبينغ دون ان يكون رئيس لناف. دار تكتل مع جمال علام، اوريزمون بتات ماشي هاني اوريزمون بتات هاني غلط، كاين رئيس جديد بطموحات جديده في مصر اللي هو جمال علام. وليد صادي اول شيء داروا دار تكتل مع جمال علام، سيتي ان كودي ينجح ولا ما ينجحش. بقى جمال علام وقال وليد صادي انا نشوفك رئيس يعني، ولا هو كان حاب يكون رئيس، سي بون معك صوتين. المغرب فوزي ترجع عنده شلماني اللي هو راه يحتضن فيه في لاكاف وهو يعني يرعاه وزند الثقل تاعو في الجمعيه العامه باش يحافظ على عضويته في المكتب التنفيذي على حساب جهيد الزفيزف، وقبل ذلك نجح في 2021 الشلماني امام عمر بهلو في مصر. يعني كان اثنين مقابل اثنين. بقي صوت تونس. صوت تونس بكري كان وديع الجزائري اللي ما كانش مع الجزائر، ما كانش مع الجزائر صراحه، ما كانش مع الجزائر. وديع الجزائري عنده مشاكل مع العداله التونسيه وراهو رهن الحبس، وداروا جمعيه عامه برانسيب استثنائيه، حيديروا رئيس جديد، داروا رئيس جديد الاتحاد التونسي لكره القدم. الانتريمار اللي كان ريبوك مشى مع الجزائر مع مصر، ولو 3-2. هنا الامور حسمت على مستوى الاضافه بدليل انه فوزي ترجع ما ترشح للرئاسه لانه على باله خاسر دافونس. لم يكن الانتريمار تاع تونس قادر يترشح للرئاسه لانه مجرد انتريمار، ولكن مشى مع التكتل الجزائري المصري ولو قوه على مستوى الاضافه. جمال علام ترشح بدون منافس لانه رجع على باله راح يخسر. ولا فيس بريزيدونس فيها اثنين ماهوش واحد، تقول وليد صادي وكاين الشلماني. الشلماني ترشح لانه كاين دو بوست دو فيس بريزيدون، ولا ثاني دو بوست دو فيس بريزيدون نفس الصلاحيات، ما كاش اول ما كاش ثاني بور ما كاش اول ما كاش ثاني. اخر اجل اذاعه ترشيح كانت يوم 9 ديسمبر، سي بور سات ريزون خرجت الهضره ولافاف قالت بلي اللي ديفيني فيس بريزيدون. لماذا؟ لانه كاين دو بوست وترشحوا لها اثنين، وليد صادي وحكيم الحكيم الشلماني، واصبح تحصيل حاصل قبل موعد الجمعيه العامه اليوم على انه وليد صادي حيدي فيس بريزون. اليوم تم ترسيمه فيس بريزون هو وحكيم الشلماني. هذا واش صرا، ولكن النقطه الايجابيه فيها قلت لك اننا كسبنا معركه النواه اللي هي اتحاد شمال افريقيا اللي تعتبر اون زون بارمي سي زون من لاكاف. بعد ذلك واش حيكون؟ البدايه يعني الايجابيه يبقى قلت لك اون اني يتخلص العهده تاع وديع الجالي. باردون يعني قلت لك انا الشلماني 2019 2023، دوك 2023 2027، وديع الجاري 2021 2025. مازال لاكاف ما نحاتوش، عنده مشاكل بالعداله التونسيه ولكن ممكن يتنحى في اي لحظه. ولكن جو بريفير كي تعاود يعني تحط راسك بتاتني غلط يعني تحسب لك موندال، موندال مازال ما خلاص. جو بريفير نبداو نخلو الموندال تاع وديع الجاري خلاص جاسبر بيان ودخل في صراع على المقعد مع تونس. اذن اخواني كما سمعتم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركش معايا في القناه نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.